منتخب الأسباني وحصولكم على المركز الثاني في مجموعتكم. في الواقع كنا نتمنى أن نتبوأ صدارة المجموعة، وتحدثنا عن ذلك قبل بداية البرنامج بأن كان هنالك مفاجآت كثيرة في هذا المونديال، وهذا ما يميز كأس العالم هنا في قطر. نحن نعم تأهلنا إلى الدور التالي وكثاني المجموعة، ولكن هذا ما يميز كرة القدم، هذا هو جمال كرة القدم، أي منتخب من الممكن أن يتأهل، وهذا يجعلنا أن نلعب ونعمل أكثر بتواضع. شكرا جزيلا، وبالتالي أن نحاول أن نعمل بصورة ممتازة ونواجه منتخب كبير مثل منتخب المغرب. يزعجك القول أن إسبانيا ربما فضلت المركز الثاني لتقابل المغرب أفضل من أن تقابل المنتخب الكرواتي؟ تحليل بعض الصحفيين أو النقاد الرياضيين. كلا، في الواقع أنا لا أرى ذلك أبدا. أنا أعرف جيدا الفريق والطاقم الفني، ونحن قاتلنا من أجل أن نتبوأ صدارة المجموعة، ولكن هذا لم يكن ممكنا. الآن سنواجه منتخبا قام بعمل كبير، المنتخب المغربي، وهو بلد شقيق بالنسبة لنا، نحن نحب بعضنا البعض. المنتخب المغربي، المغرب وإسبانيا، هنالك علاقة وطيدة بين البلدين، وبالتالي واحد من المنتخبين سيبقى خارج البطولة، وبالطبع آمل أن يتأهل المنتخب الإسباني، هذه أمنيتي. العادة المنتخبات الكبيرة تبدأ مستويات تصاعدية، يعني مباراة بعد مباراة تلاقيها تصل إلى فورمة كبيرة، كما هو الحال مع المنتخب الإسباني. في 2010 خسرت أمام سويسرا ولكن حققت البطولة في النهاية. هذه البطولة قد يخشى البعض عليكم باعتبار أن أنت بديت بداية تصاعدية عالية، 7 في المباراة الأولى، ثم على كوستاريكا، ثم تعادل مع المنتخب الألماني، ثم خسارة من المنتخب الياباني. ألا تخشى أن يكون نهاية طموحكم في الدور الأول، دور 16، باعتبار من الأعلى إلى الأسفل كمستوى؟ في كرة القدم ليس هنالك مجال لعلم الرياضيات. طوال مسيرتي الرياضية والآن كرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يمكن أن أؤكد لك بأنني لم أرى هنالك ربما مسألة رياضية واضحة في عالم كرة القدم. نحن نسير كل مباراة بمباراة، الآن نحن أمام منتخب قوي في دور ثمن النهائي، وبالطبع من الصعب جدا أن نفوز عليه. وبالنسبة لنا نحن منتخب نحب الاستحواذ على الكرة، ربما نصل في بعض الأحيان إلى 80% من الاستحواذ من خلال الامتلاك الكرة، من الممكن أن نصنع الكثير من الفرص. سنرى ماذا سيحدث، ولكن لدي أحاسيس إيجابية جدا، ولكن بالطبع كان هنالك خيبة أمل كبيرة فيما حصل في مباراة الأمس، ولكن نحن في حالة ممتازة، وربما كان هذا درس مهم من أجل أن نتعلم أكثر، من أجل أن يحاول كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه وأقصى ما لديه على أرضية الميدان، ومن أجل أن نصل في أفضل صورة لكل مباراة. في نسخة 22 لاحظنا المنتخبات، خلنا أقول لك اللي مستواها أقل من مستويات المنتخبات الكبيرة أو الغير مرشحة حتى لإحراز اللقب أو حتى التأهل على مجموعتها، استطاعت الفوز على منتخبات كبيرة كالبرازيل، كإسبانيا، كالأرجنتين، كألمانيا، فرنسا، بلجيكا. أصبحنا نشاهد المنتخب السعودي يفوز، الياباني يفوز، الأرجنتيني الكوري الجنوبي يفوز، أستراليا تفوز، يعني لاحظنا الكاميرون اليوم فازت. هل هذا يعتبر تهديد لعرش الكرة بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، أن الاتجاه ممكن قد يتجه حتى إلى آسيا، باعتبار أن اليوم شفنا أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، 3 منتخبات للتاريخ يكون تأهلهم لأول مرة الدور 16؟ بالنسبة لي كرة القدم تكون أفضل بكثير هكذا. أنا بالنسبة لنا لا أرى بأن هنالك منتخب أو يمكن أن نصنف المنتخبات ينتمون إلى آسيا أو أمريكا الجنوبية وهم أقل من أوروبا. كل منتخب له فرص، صحيح أن أوروبا هي في مستوى أعلى من المنتخبات الأخرى، ولكن عندما نشاهد هذا ونشاهد بالطبع بالنسبة
لنا نحن دائما ما نظهر تواضع واحترام لكل المنافسين ولكل المنتخبات التي تلعب أمامهم المنتخب الإسباني، وبالتالي أيضا يجب أن نلعب بثقة وبالقوة العقلية والذهنية التي تساعدنا على الفوز في كل مباراة. أعتقد بأننا قادرون على أن نكون أفضل من أي منافس، وأظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، ولكن شاهدنا في هذه البطولة في المباراة الأخيرة 5 أو 10 دقائق لا تؤدي في أفضل مستوياتك، من الممكن أن تخسر المباراة. نأمل ألا يحدث ذلك معنا، وأن نواصل وأن نفوز على المنتخب المغربي. نتكلم على كأس العالم الحالية الآن. أنا أشوف مستوى المنتخبات مستوى جدا عالي، كل المنتخبات اللي شاركت الأغلبية منتخبات عالية المستوى. دور ال 16 أنا راح أشوف منافسة حامية الوطيس بين المنتخبات، وكل مباراة راح تكون نهائي حقيقي، نهائي بطولة حتى على المستوى الفني. فهل أنت متخوف من ما سيعقب ذلك من منافسة شرسة؟ في الواقع أنا هادئ ومطمئن وسعيد جدا في كأس العالم. لا يجب أن تخشى أي شيء أو تهاب أي شيء عندما تكون في بلد وكل الملاعب قريبة من بعضها البعض، فهذا يسمح لك بأن تحضر لأكثر من مباراة. أعتقد بأن المنظمين هنا في دولة قطر قاموا بعمل كبير. نحن تحدثنا مع سفير قطر في دولة إسبانيا، وأيضا القنصل في مدينة برشلونة، قنصل قطر في برشلونة، ولدينا علاقة بطبيعة الحال مع السيد الخليفي وأيضا مع السيد حسن الدوادي، وعرفنا كل التفاصيل وجئنا إلى هنا إلى قطر في العديد من المناسبات، وتحدثنا مع ممثلي السفارة الإسبانية والذي هو الآن هنالك سفير مختلف عن السفيرة بيلين والتي كانت موجودة في السابق. ولكن إذا تحدثنا بالطبع عن الجانب الفني والتقني، نحن سعداء جدا. نحن بالنسبة لنا نقيم في الجامعة، إقامة المنتخب الإسباني في الجامعة، وبالطبع كان هنالك عمل كبير أن يكون كل شيء متاح بالنسبة لنا، ونحن سعداء جدا ولن نخاف أو نخشى أو نهاب أي شيء، بل سنستمتع بكل لحظة. كأس العالم هي فرصة فريدة جدا أن يكون هنالك ثقافات مختلفة وكل ثقافة تعرف الأخرى. من المنتخب الذي لفت انتباهك؟ أعتقد كان هنالك الكثير من المنتخبات، من بينها منتخب المغرب. المنتخب المغربي هو منتخب على الطراز الأوروبي، هذا صحيح. هم هنالك العديد من اللاعبين المعروفين بالنسبة لنا في إسبانيا وفي كل بلدان الأوروبية، وهو منتخب يتمتع بقوة بدنية كبيرة وسيعقد الأمور علينا. نحن المنتخب الإسباني، وأيضا يعملون بصورة ممتازة، وهو بلد أيضا محبوبة في كل الوطن العربي، ويشعرون أنهم كما لو يلعبون في بيتهم هنا في قطر، وهذا ما نشعر به ونلمسه في الشارع، بأن هنالك الكثير من الأشخاص. صحيح هنالك أشخاص يرتدون قميص الإسباني ويقولون بأننا المنتخب المرشح له، ولكن عندما نلعب أمام المغرب سنلعب خارج الديار، والمغرب سيلعب كما لو كان ذلك هو بيته، كما لو كانت قطر هو بيته، ولكن أريد من الجميع أن يشجع المنتخب الإسباني. سيد أوبياليس، مرحبا بك في الدوحة. أنا مغربي وسأعود لقطر 2022. بس عفوا خلاص، كلاكما مغربيين، ماذا يحدث هنا برفقتي مغربيان؟ هذا منافسك راح يكون. أنا لدي الكثير من الأصدقاء المغربيين والآن صديقان آخران. برنامج شيرين جيتو أمس استصار كثيرا المنتخب الوطني المغربي، وقال بأن اللاعبين المغاربة في إسبانيا لاعبين غير متمكنين، رغم أن هناك 4 لاعبين مغاربة في إسبانيا، 2 في إشبيلية. ساسغارو نصيري، رغم أنه في قبل سنة كان سجل 27 هدف في الليغا، وهناك لاعبين مكونين في إسبانيا، أشرف حكيمي في ريال مدريد، عبدي زلزولي، كذلك منير محمدي. هل لا تظن أن هذا في صالح المنتخب المغربي، استصغار المنتخب المغربي بالطريقة، ولا تظن أن هذا يعود إلى خوف شيرين جيتو من المنتخب المغربي؟
في الواقع من الممكن أن أؤكد لك بأننا نكن احترام كبير للمنتخب المغربي وللبلد أيضا لبلد المغرب. لدي علاقة وطيدة جدا مع سفيرة المغرب في إسبانيا صديقتي كريمة. نحن نتحدث كثيرا وقريبا جدا سأستقبل رسالة منها أو أنا سأرسل لها الرسالة. وفي النهاية ثقافتان قريبتان أو بلدان قريبتان وثقافتان أيضا. ومن يمكن أن يقول ذلك لا يمكن أن أتحدث عنه، ولكن بالنسبة لي نحن الاتحاد الإسباني نكن احترام كبير للمنتخب المغربي، ولكن نثق في لاعبينا ونأمل في أن نترشح إلى الدورة التالي. ونفس الأمر بالنسبة للمغرب، ولكن نحن سنفعل كل شيء من أجل أن نترشح، ويحدث ما يحدث سنتصافح بعد نهاية المباراة مع لاعبي المغرب لأننا نحترمهم وهم لاعبون كبار جدا. أنك أندلسي قريب جدا من ثقافتنا العربية والمسلمة، وأنت تعرف جيدا غرناطة وما هي غرناطة بالنسبة للمغاربة. الكثير من المغاربة هنالك في غرناطة. طبعا أشرف قال لي أفتح الوقت معك وأخذ راحتي، لأنه هو دائما يقول لي لك وقت معين مع ضيوف، لأنه هو أنت مش ضيفي أنا، أنت ضيف أشرف وأشرف صاحب المكان. فبما أنه فتح لي كلا أشرف هو صديقي، ولكن أنا ضيف للبرنامج وأنا ضيفك أنت، وأنا ممتن جدا بالتواجد هنا. هل هذا صحيح أشرف؟ أشرف صديقك وأنا صديق أشرف، إذن أنا صديقك. طيب بس لا ولكن هل تشجع المغرب أيضا؟ أنا أشجع المغرب، أنا مع العرب، أنا آسف. لكن عموما إن شاء الله أنا بس انا اسف يعني احمد الرواس، انا حاب ان اقول لك شغله. انا احترم واحب الكره الاسبانيه كثيرا، ومتابعين وشغوفين جدا بكره القدم في اسبانيا، ولا نفوت ابدا مباريات الدوري الاسباني حضورا في اسبانيا او حتى من خلال شاشه البي ان سبورت. لكن عموما توضيح بسيط، الضيوف اللي تشوفهم في المجلس هنا من كل بستان زهر، كلهم من دول عربية مختلفة. عندك من دول الخليج، من السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن عمان، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من الأردن، من العراق، من مصر. فخليط من الوطن العربي طبعا ما بين كل الدول العربية عندي في اللافن. هذه البطولة احنا نسميها بطولة كل العرب كما قال سيدي سمو الأمير، فبالتالي هي فعلا تستحق أن نجتمع مع هؤلاء العرب يعني والحديث. فمن الصعب علي حتى نقول أشجع إسبانيا في وجود العرب، يعني أنت عارف شو راح يصير فيني. أتفهم ذلك تماما، أتفهم ذلك. أنت شوف ضخامة أشرف وشوف ضخامة إسامة وشوف هالمسكين بينهم. ماذا سنفعل في النهاية؟ لا أعرف ماذا سأفعل، ولكن الأهم هو يوم السادس أن نفوز، وإذا لم نفوز أكرر مرة أخرى إسبانيا تعرف كيف تفوز وكيف تخسر أيضا. بورصة شراء أسهم طالع ونازل. شباب حد عنده سؤال؟ يونس محمود تفضل. طبعا بالبداية نرحب به اليوم ويانا موجود الاتحاد الإسباني، أكيد نستفاد منه كثير خاصة الكرة الإسبانية بتطورها. أنا عندي سؤال، يعني ما أعرف هل راح يوافقني بالرأي لو لا. إحنا يعني كل العالم العربي وكل العالم أجمع عنده يعني قطبين كرة العالمية اللي يحبوها، هي ريال مدريد وبرشلونة. أعتقد المنتخب الإسباني اختار طريقة لعب برشلونة أكثر ما اختار طريقة لعب ريال مدريد. برشلونة معروف عليها الاستحواذ واللعب، يعني استحواذ على الكرة وبعدين يسجلون. يعني هل هم فضلوا هاي الطريقة على طريقة ريال مدريد اللي هي قلق المساحات والهجمات المرتدة؟ يعني احنا دا نشوف انه ريال مدريد دائما ياخذ البطولات عن هاي الطريقة، يعني مو طريقة الاستحواذ ابدا. ريال مدريد ما يستحوذ على الكرة اكثر شيء، لكن اكثر شيء يكون خطر على الفرق بالمرتدات. برشلونة لا، برشلونة يستحوذ على الكرة، يستحوذ تقريبا مثل ما قلت تصل حتى مرات ممكن قبل يعني بوقت شافي كانت تصل لل 85 و 90% يعني الاستحواذ. فهل يعني شاطرني بالرأي انه المنتخب الاسباني ده يقود طريقة برشلونة، يعني لعب برشلونة اكثر؟
في الواقع هذا سؤال يجب أن يطرح على الستريمر لويس إنريكي. صحيح أن هنالك لاعبين أكثر من برشلونة في المنتخب، لأن في ريال مدريد ليس هنالك لاعبين إسبان كثر يلعبون كثيرا، ولكن يوجد أيضا في هذا المنتخب لاعبين من ريال مدريد مثل داني كارباخال وماركو أسينسيو، وهما لاعبان كبار جدا يتمتعان بجودة كبيرة ويساعدان الفريق كثيرا. فيما يخص أسلوب لعب المنتخب الإسباني، هذا هو الأسلوب الذي يميزنا، نحن وفيون لهذا الأسلوب، نحن منتخب يحب الاستحواذ على الكرة، ونحن من المنتخبات الأكثر شراسة في سرقة الكرة للخروج في الهجوم المعاكس. متوسط التمريرات التي يقوم بها المنتخب الإسباني عندما يسرق الكرة ما يقرب من 10 إلى 12 تمريرة. المنتخب الإسباني يقدر على أن عندما يسرق من المنافس الكرة بعد 7 أو 6 تمريرات يمكن أن نستخلص الكرة مرة أخرى، وهذا ما يميزنا. نعم لدينا لاعبون يعرفون كيف يلعبون كرة القدم وكيف يقومون فيما يخص التمريرات، ولكن عند خسارة الكرة يعرفون كيف يستخلصون الكرة. لماذا نستحوذ كثيرا على الكرة؟ لأنها أفضل صورة أيضا من أجل أن تدافع وتمنع وصول الهجمات إلى مرماك. نحن لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب، وهذا عندما تستحوذ على الكرة فهذا يساعدك كثيرا. محمد لويس، نحن سعيدين أول شيء اليوم باستضافتك برنامج مجلس. أنا من أشد المتابعين للكرة الإسبانية ومتعمق كثيرا في يعني خلينا نقول بالسوشيال ميديا وفي متابعة الجماهير، سواء كان الجماهير القطرية العربية الإسبانية، وأحب أعرف رأيك، وأنا أعرف أن أنت ما تتدخل في قرارات المدرب أو المدير الفني، لكن أبي أعرف رأيك في عدم استدعاء سيرجيو راموس اللي قدم مستوى كبير الآن مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بغض النظر عن الموسم القادم السابق عفوا، وأيضا على عدم استدعاء دخية. أبي أعرف رأيك الشخصي. أولا أنا سعيد جدا بأن أتي إلى هنا وأشكرك على كلماتك. في الواقع أنا لا يمكن أن أتحدث عن لاعبين غير موجودين معنا، أنا أتحدث عن اللاعبين موجودين فقط. هنالك 20 أو 30 لاعب من مستوى كبير ولم يستدعوا للمنتخب الإسباني وتمتعون بجودة، ولكن في النهاية عليك أن تختار عدد وهو 26 لاعب، وأعتقد بأن المدرب لويس إنريكي قام بعمل كبير. صحيح كان في ذهني لاعبين آخرين، ولكن هي مشكلة بالنسبة للناخبين الوطنيين عندما تذهب وتختار قائمة معينة فيجب أن تستبعد بعض اللاعبين. وبالنسبة في الأندية الوضع مختلف تماما، لأن هنالك الميركاتو ويمكن أن تنتدب لاعبين ويخرج لاعبين، ولكن نعم في المنتخب الإسباني هنالك لاعبون يتمتعون بجودة كبيرة وبقوا في الخارج ونحن آسفون لذلك. نفس الأمر حصل مع جايا الظهير الأيسر والذي تعرض لإصابة في الكاحل. في النهاية يجب علينا أن نحترم قرار المدرب، ونحن سعداء جدا بالمجموعة التي لدينا ولدينا فريق من أجل أن ننافس على اللقب حتى النهاية. طلحة أهلا فيك في قطر وسعيدين جدا بتواجدك معنا. أود أن أشكرك في البداية على إنجاح بطولة كأس السوبر الإسباني وإقامتها في دولة عربية. صراحة نحن نشعر بالفخر بإقامة هذه البطولة في دولة عربية، وإنجاح هذه البطولة بنسختين كانوا في غاية الروعة من ناحية التنظيم. رأيك أو ماذا عاد هذا التنظيم بدولة عربية على الأندية الإسبانية؟ يعني هذه ردود الفعل والإيجابيات، رأيكم بالمنشآت، التفاعل الجماهيري، الحماس الجماهيري في دولة عربية؟ أشكرك أيضا على كلماتك، وأنا سعيد جدا بالتواجد هنا ومن دواعي سروري أن أكون موجود هنا. الأمر لا يتعلق فقط بتنظيم ونقل كأس السوبر إلى المملكة العربية السعودية. مع الاتحاد السعودي لدينا علاقة رائعة جدا، وأيضا مع الاتحاد القطري ورئيس الاتحاد القطري أيضا لدينا علاقة وطيدة جدا معه،
ولكن الأمر لا يتعلق بنقل بطولة إلى بلد عربي، ولكن هي في النهاية هي اتفاقية تساهم في تطوير كرة القدم النسوية، وهذا ما فعلناه. نحن نجحنا في أن ننشئ دوري نسوي في المملكة العربية السعودية، أن يكون هنالك منتخب نسوي في المملكة العربية السعودية. ساهمنا في تطوير الحكام والمدربين، ونحن أيضا في نفس الوقت تعلمنا الكثير من الأشياء، كيف تسير الأمور في الشرق الأوسط وكيف هي وبعض الأمور التي تثرينا من العالم العربي. بالنسبة لنا نحن استفدنا من هذه الاتفاقية اقتصاديا، هذا مهم جدا أيضا بالنسبة لنا، لأن جزء كبير من العائد المادي يذهب إلى كرة القدم للأشبال وكرة القدم للفئات السنية، وأعتقد أنها كلها مزايا ومصالح مشتركة بين البلدين، وأن يستمتع الجمهور خارج إسبانيا بكرة القدم الإسبانية، ونأمل في أن يستمر ذلك لسنوات طويلة. ناصر، مرحبا بك في المجلس معنا، ويشرفنا اليوم وقت اللي نشوفه لاعب في مستوى متاعك اليوم يحاول باش يطور الكرة الإسبانية. لكن حبيت نسألك سؤال مهم، تعتقدش أنت البطولة الإسبانية كانت من أكثر البطولات الناس تتبعها بصفة عامة البلدان العربية والعالمية؟ خروج ميسي وكريستيانو من البطولة الإسبانية نجمش يكون خلى واقع من ناحية المتابعة ومن ناحية الاهتمام الكروي بصفة عامة؟ أشكرك على هذا السؤال، لأن هذا السؤال بالغ الأهمية. في أي مسألة أتحدث عنه حول الدوري، في الواقع أنتم تعرفون العلاقة بيني وبين رئيس رابطة الدوري الإسباني، وربما يفهم ذلك بأنه هجوم من قبلي نحو رئيس رابطة الدوري الإسباني، وبالتالي لا أفضل أن أجيب عن هذا السؤال. ويمكن أن أقول فقط أن كرة القدم الإسبانية نحن نفتح أبوابنا لاستقبال أفضل اللاعبين، وأيضا عندما يخرج أفضل اللاعبين أو من أفضل اللاعبين خارج إسبانيا هذا يؤلمنا، ولكن نحن لدينا أكاديميات رائعة جدا في إسبانيا، وهنالك لاعبون رائعون يأتون أيضا إلى إسبانيا. دخلت في سؤال رسام كابتن لويس، أنا هقول كابتن لويس مش هو السيد لويس.